25 طب في الرابعه كليه الكيمياء والتنميه علوم زراعيه جامعه الزقازيق. هنتكلم النهارده عن مشروع التخرج بتاعنا هو عن تسليم الارانب قدام الارانب من عمر بعد الفطام اللي هي بعد الفطام على طول تقريبا عمر شهر واسبوع في التمد دي بعد ما تتفطم بنبدا ان احنا نسميها فتره التسليم. الدوره كلها بتبقى شهرين. الفكره ان احنا اخترنا المده دي لان معدلات النمو بتبقى عاليه في حال احنا بنسميهم فبيكونوا عين نسبه مقارنه لان الانواع دي اصلا هي المتلائمه او هي اتاقلمت على الظروف المصريه هنا وكمان خفتها عاليه ومعدلات نموها عاليه. فاحنا بتسليم زي ما قلت لحضرتك جبنا 36 قلمه وقسمناهم ثلاث نوعات معدل كنترول. احنا بنقيس تاثير ماده الكيين على معدلات النمو على القصه الفسيولوجيه زي حراره وبرده التنفس للارنب مكونات الدم ايه اللي فيها يعني بيأثر عليها ولا لا وكمان مواصفات الذبيحه ترسيب الدم فيها والحاجات دي كلها بنشوفها بعدين بنكون خلال التجربه وكمان بتشوف الهضم معاملات الهضم هي بتأثر على هضم الارنب ولا لا لان احنا المفروض ده كان حاجه هي تعظيم الاستفاده من المواد الغذائيه اللي الارنب بياكلها عشان يحل مشكله العلف في مصر. فهو لازم ان هو بدل مثلا هو بياكل الماده 100% فبدل ما يطلع منها ويست يكون يبقى مثلا 30% يطلع 10 او حاجه فيقدر ان هو يستفاد باكثر قدر ممكن من الغذاء اللي هو بياكله. فحاطين ماده بتاعين بلاد كنترول ده اللي هو زيرو مش اي حاجه وفي معامله واحد يبقى فيها 1 جرام بتاعين ومعامله 2 واحد ونص جرام بتاعين. احنا دلوقتي بناخد معدلات النمو والوزن بتاعها كل اسبوع بنشوف انا بدل ما قد ايه والفرق ما بين كل معامله هل هي لها تاثير معنوي اكثر مقارنه على الدكتور. شكرا. اتفضل. انا طالب محمد مهران من كورس صياد طالب في الرابعة في كلية الكيمياء. انا هتكلم عن المشروع بتاعنا، المشروع بتاعنا فيه تسمين الارانب واستخدمنا فيه مادة دفعة نمو هي مادة البتيين. وقسمنا الشغل على مجموعتين والمجموعة اللي هي كنترول. بنحط حاطين النسب بتاعتنا في نسبة التحويل الأول المجموعة الأولى واحد بالنسبة للتجربة الثانية 1.5 وبنبدأ ناخد القياسات الفسيولوجية والقياسات الفسيولوجية عبارة عن النبض والتنفس والحرارة في كل قلنا وبنوزن كل أسبوع وبننزل العلف والمتبقي من العلف وبدأنا حاليا إن احنا نعمل تجربة هضم للفضلات من إيه من كل بتاع عشان نشوف المادة عملت ايه بالنسبة للمعاملة الأولى بالنسبة بتاعتها والمعاملة الثانية بالنسبة بتاعتها والكنترول اللي ما فيهاش المادة. واحنا يعني وصلنا لمراحل متقدمة قوي في المشروع وبنت أساسا على موضوع الأوزان. النوع ده ايه بقى؟ ده كاليفورنيا. كاليفورنيا. واحنا بدأنا على نوعين، النوع اللي هو كاليفورنيا. النوع الثاني اللي هو النيوزيلندي. ده يعني انت عندكم نوعين هنا بس اللي اشتغلت عليهم كاليفورنيا ونيوزيلندا. ايه الفرق بينهم بقى؟ هو الفرق ما بينهم من حيث التحول الغذائي او من حيث المنشا التحول الغذائي بتاعها اعلى من نيوزيلندا. تمام. كاليفورنيا اعلى. فاحنا اشتغلنا على يعتبر جزء لحم جزء اسهل انتاج لحم والجزء الثاني اللي هو انتاج الفرخ وهنشوف الفرق. بالنسبة للمعاملة دي، المعاملة دي احنا بناخد هضم فاحنا بنستخدم المشمع عشان نجمع الفضلات بتاعة الأرنب ونحللها وبرضه في الأكواب اللي تحت ديت عشان هنجمع فيها تمام عشان هنجمع فيها